السلام عليكم ورحمة الله. هذه المحتويات ديال جود الماسك 6. ها هي جود الماسك 6، كيجي مع شارجور اوريجينال جود الماسك 6. هذه القلاصة ديالها مصنوعة من الكربون الرافعي، يعني بلندية صحيحة شوية، ماشي يعني ماشي تهرس بسهولة. مدرا ضربتي بها بالجهد. نجي مع البوشيطة ديالها تاع الشاشة، نجي مع البوشيطة ديال الماكينة، كيجي مع كاسك بلوتوث صون فيل، هي باليستو أنيقة. هادو كاسك بلوتوث، مدري كتشعلها كتشعلان هنا في الدم كاسك هاك طق كيتكونيكت هذا ديريكت، الشارجور ديالو الكابل ديالو. كيجي معاه ديسك كبير، ديسك تبارك الله راه فيه 38 سنتيم، كبير هذا 38 سنتيم، قرص كبير. جولد ماسك 6 هي صنع بلغاريا، مليحة اللهم بارك. كارتون تاعها هي يعني زوينه في الخدمه، مبرعه مجهده يعني ناضيه بزاف في كل شيء. ملتي فريكونس فيها، ملتي فريكونس 5 هيرج 15 30 الديب ريكفري سبيد، يعني فيها الديب داك النظام ديال الديب. اذا راه مجهده نورمال ديال خدمتها ولا في كل شيء. كتخدم في البحر، تخدم في الجبال، بلاصه فازقه، فيها موازنه ارضيه. جهاز جد رائع، جهاز مليح. فيها باتريات هنا، باتري كيتشارجا، الشارجور ديالو راه هو، وهاد الباتري قابل للتبديل، يعني الباتري موجود. هو راه عبارة بحال دوك ديال البي سي، كيكون في البي سي يعني ساهل، سهل من الماء، زائد وناقص ثلاثة الحجرات تزديهم، كتحطهم في بلاصتها دوك تيخدم، عادي دوك الشغل. وهاد الحجرات راه موجودين شي 20 درهم الوحدة، فدوك تيبيعو البي سيات. المهم ملي خص الإنسان يجي عندي الشارج، كتجلس في الشارج راه تبارك الله راه كضرب لك النهار كامل، 9 سوايع 10 سوايع في الشارج راه مزيان. الشعل ديالها هو فيها تمييز ديال المعادن بحال هكا، عندها واحد التمييزية في شكل شتي بحال دابا هنا. باش نقص الصوت، هذا بحال الحديد كتعطيك التسعود، كتعطيك هاد البلاصة هي ايرون شتي. كتكتب لك هنا ايرون، هاهي ايرون يعني حديد. كان هنا نيكل سيلفير نحاس، درتي نحاس كيطلع لك النحاس. هذا السيلفير غير نديرو نحاس، هذا نحاس شوف يطلع لنا، شتا فين طلعت لنا جيت النحاس. يعني فيها واحد التمييز كنقولو ليه، ديك 70% 80% ديال التمييز مزيانة فيها. حارة في الخدمة زوينة اللهم بارك. هو هذا المكان يعني هذاك التمييز ديالها، فيها واحد الشيء اللي تعلمتي وتقنتيها راه تولي تعرف تميز واحد الشيء فيها. ولكن هو انا كنصح بهاد المصونات تحفر، ولكن التمييز ممكن يلعب دور فيها، هي بعد فيها واحد شويه ديال التمييز. تعطيك بالنحديد، تعطيك طلع لك هنا ايرون، النحاس كطلع لك هنا نحاس. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان. جولد ماسك 6 الثمن ديالها 10000 درهم، اللي هو غير قابل للنقاش، اخر ثمن. اللهم يسر الجميع، تحياتي لكم عبد العليم بهاد الاجهزه مراكش تنصلحتو.